أغني لك. أنا أغني لك صح. سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فيوم الجمعة من الخصائص التي تميز بها هذا الدين الحنيف، فليس هناك أمة أو شعب يجتمع كل أسبوع هذا الاجتماع. جعل يوم الجمعة سيد الأيام، وقدمه وتفضل به هدية لأمة الإسلام. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إبراز القضية، فهي قضية العرب الأولى والمسلمين. وبالجدير بالذكر ما وفق الله له دولتنا قطر وولي أمرنا وحكومته الرشيدة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. إسماعيل هنية شهيد الأمة، والأمة اليوم تصلي عليه في مشارق الأرض ومغاربها. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إنك تعالى. اللهم اللهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إسماعيل هنية وسط ألوف المشيعين تحمل الجنازة إلى ربها، إلى مثواها الأخير في مقبرة لوسيل هنا في قطر. فرحم الله القائد الفلسطيني رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية المناضل الشهيد ومرافقه رحمة واسعة، نسأل الله أن يقبلهم من الشهداء، ونسأل المولى العزيز القدير أن يرحم شهداءنا وشهداء هذه الأمة رحمة واسعة.